تواصلت ردود الأفعال الشعبية المرحبة بالنصر على داعش في الموصل، حيث عمت الفرحة نفوس المواطنين النازحين من الموصل في كركوك، آملين بأن يكون الإعمار وتعويض المتضررين أحد أهم البوادر التي ينتظر انطلاقها بعد هذا الإعلان. احنا نازحين من أهالي الموصل، ونشكر قوات الأمنية والبيشمركة والقزج الاتحادية، ونشكر كل واحد ساهم بهاي. بس احنا نريد ان شاء الله نرد على مكاناتنا، لينا الاجارات وهذا وتعبنا. شلون ما افرح؟ شلون وطني يتحرر وما افرح؟ يابا فرحه كبيره ولا توصف، والله العظيم ولا اقدر اقف على القاع اذا من قد ما فرحانه. فرحانه ومقهوره، انقهر على اللي راحوا الشهداء الله يرحمهم، تجاوز عنا وعنهم الله. إن شاء الله بالجنة العليا إن شاء الله يا ربي. وأطالب الحكومة يرجعونا على بيوتنا، وكهرب ومي الريد وتعويض، إغراضنا راحت، بيوتنا تهدمت، إحنا منطقة الحضر. إن شاء الله انتصارات الموصل يعني حيل زينة، وتعويض يعني ما شاء الله حرارة وديارنا كلها الموصل، وراح إن شاء الله نرجع على بيوتنا. يعني بس شنو نطلب من الحكومة، يعني عوضونا بيوتنا راحت، مالنا هاي الراح يعني هاي الريدو.